من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس مرقس الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. قال مرقس البشير: كان تلاميذ يوحنا والفريسيون صائمين، فجاءوا وقالوا ليسوع: لماذا تلاميذ يوحنا وتلاميذ الفريسيين يصومون وتلاميذك لا يصومون؟ فقال لهم يسوع: هل يستطيع بنو العرس أن يصوموا والعريس معهم؟ ما دام العريس معهم لا يستطيعون أن يصوموا، ولكن ستأتي أيام يكون فيها العريس قد رفع من بينهم، فحينئذ في ذلك اليوم يصومون. لا أحد يضع رقعة جديدة في ثوب بال، وإلا فالجديد يأخذ ملأه من البال فيصير الخرق أسوأ، ولا أحد يضع خمرة جيدة في زقاق عتيقة، وإلا فالخمرة تشق الزقاق فتتلف الخمرة والزقاق معا، بل توضع الخمرة الجديدة في زقاق جديدة. حقا والأمان لجميعكم.